السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون. شعار مدنية ماشي عسكرية بالنسبة لأي شعب أو أي ملاحظ سياسي تقول له في الجزائر الشعب راه رافع شعار مدنية ماشي عسكرية يديه شيء عادي، يعني ما عنده حتى شيء اللي يقلقه إلى نورمال، لأنه البلاد يجب أن يحكموها سياسيين مدنيين، لأن العسكري ما هوش دوره أنه يقود سياسة بلاد. العسكري دوره حماية البلاد من الناحية الأمنية، حماية سيادتها، حماية ترابها، حماية الحرمة تاعها، هذا هو. أما ما يديرش السياسة وما يكونش نظام سياسي مبني على عسكر، هذه هي الحكاية. شوفوا كاين بزاف ناس في الجزائر يحرجهم هذا الشعار مدنية ماشي عسكرية، ويقول لك وعلاش وكذا وكيفاش، حتى تبون تبون حتى هو تحرج من هذا الشعار هذايا. وعلاش؟ نشوفوا الأصناف اللي رافضة هذا الشعار. كاين صنف تاع صحفيين وصحافة بودورو و سياسيين بين قوسين تاع سياسيين تاع كازيرنات، تاع اللي يمشي كازيرنا ياخذ أوامر تاعو من عندها. هادو يقول لك راكم تفرقوا ما بين الجيش والشعب. ايوا، وعلاش الدول الاخرين ما عندهمش جيوش؟ الدول الاخرين ما عندهمش مؤسسات عسكريه؟ وعلاش كاين في تفرقه ما بين الشعب والجيش؟ لا، اللي يقول هذا الكلام هذا اما ما يعرفش ما هو الدور المؤسسة العسكرية في دولة عصرية، أو عنده رونجرز في دماغه، ولا رونجرز فوق دماغه يحب ديما راسو تحت الرونجرز. هذا المدني اللي يقول هذا الكلام هذا، وسياسي أو لما تبون يقول هذا الكلام نفهموه، عنده الحق يقول أنا ضد هذا الكلام، ويبين باللي يقول لك علاش يقولوا مدنية ماشي عسكرية، لانه تبون راسه تحت الرونجيرس. يا جماعه فهموه، راسه تحت الرونجيرس ويحب يتلذذ لما يحسبوا على راسه بالرونجيرس. اي يتلذذ، مانيش نقول فيها هكذاك برك. تبون لو ما وجدش لذه كي يحكموا فيه العسكر وكي يقف قدام قائد الاركان يقول له مون جينيرال سافا، راهو قادر ينحيهم، لأنه راهو رئيس جمهورية بجرة قلم ينحيهم، ولكن يديرهاش لأنه يعرف في قرارة نفسه عنده عقدة من العسكر. هكذا، ما عنده عقدة من العسكر، معقد كما الكثير من الجزائريين معقدين. تصيبهم كي يجي دورهم تاع الخدمة الوطنية يهربوا، ما يحبوش يديروا الخدمة الوطنية، ما يحبوش يروحوا يلبسوا الاخر الكاسكيطة، بصح باش يشيت الكاسكيطة، يشيت الرونجيرس. فوالا، لأنه مسألة ثقافة، مسألة فكر في مخه، عنده هذيك الرونجيرس في الدماغ اللي ما يخليش يفكر. تبون واش وين يوصل به الاخر الحال؟ واش يقول الناس اللي راهم يخرجوا يردوا هاد الشعارات تكونوا في بلد افريقي وطلقوهم وجاو للجزائر باش يزرعوا الفوضى ويخرقوا الاخر، يعني انهيار الدوله. رئيس دولة يقول هذا الكلام واعي؟ هذا مسؤول يقول هذا الكلام؟
وش معناها لما يقول الناس راح تكونت في دولة أفريقية وجيو هنايا في الحراك باش يديروا شعارات اللي باش تخلق البلبلة وتخلق لها. يا سي تبون، إذا عندك أدلة على ذلك اجبدها، وإذا المخابرات ديالك ما قدرش توقف هاد الناس، مادام على بالكم كاين ناس كونوا في دولة أفريقية وجابوهم في الحراك، وعلاش ما وقفتوهمش؟ سهل الحال، واش راهم يديروا جهاز مكافحة التجسس وجهاز الأمن الداخلي؟ يوقفوا الحراكيين باش يعذبوهم، ولا يروحوا يجيبوا هاد الناس اللي دربوا في أفريقيا وجايين يزرعوا البلبلة ويزرعوا الفتنة؟ ولا تقول هالكلام هكذا، تقول تاع واحد في قهوة، ما تقولش رئيس جمهورية، تقول واحد في قهوة يجي يطلق كلام نابورت كوا. وهذه هي اللي تغيظ، انه الجزائر يحكمها راجل من هذا المستوى يجي يعاود كلام قهوي. تقدرش تقول هالكلام، اذا قلت هالكلام يعني انه الاجهزة الامنية وانه اجهزة مكافحة الجوسسة والاجهزة اللي تحمي البلاد على الامن الداخلي راهي فاشلة، على بالها بلي كاين ناس تكونت في الخارج وتجي هنا تشارك في المسيرات باش تريب الدولة، وما توقفتهمش، تروح توقف ناس تاع كما قال هو معتقلي الشتيمة والقذف، ويعذبهم في الكازيرنات ويدير لهم تهم سياسية. هيا درك هذا رئيس، هذا يا ناس، هذا مسؤول، هذا مسؤول، هذا مسؤول اللي يقر بفشل الأجهزة الأمنية الجزائرية. هذا اعتراف بفشل الأجهزة الأمنية، وبالتالي لابد من إقالة المسؤولين على جهاز الأمن، لأنه جابوا له تقارير، هذا نقولوا سينامين راح يعرفوها، ويقولوا له باللي كاين ناس تكونت في دولة أفريقية وراهم يشاركوا في المسيرات باش يديروا البلبلة ويحطموا الدولة الجزائرية. إذا كان هو عنده ربع غرام تاع مسؤولية اللي يجيبوا له هذا التقرير، يقول لهم تروحوا توقفوهم للناس هذوما بالأدلة، ولا يرميهم هما في الحبس، لأنهم هذوما يجيو يعبروا عن فشل المؤسسة الأمنية. وإلا قالها غير من مخو هيداك بلا ما جاوه تقارير بلا والو، أو شغل حكيها في قهوة، هنا عليه بالاستقالة، عليه بالاستقالة، لأنه ما يعرفش وما يدركش الوزن والعمق تاع الكلام اللي راه يقول فيه، والخطر. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. تبون لما يقول انه الناس تكون في الخارج في دول افريقيا وجابوهم طرقوهم في العام وما داروا لهم والو، دوكا مازال راح يزيدوا يخرجوا ويزيدوا يخرجوا، والشعب هذا كامل طمه يتبع فيهم، وبالتالي أجهزة البروباغندا ديالو فاشلة، أجهزة البروباغندا ديالو فاشلة، فشلت في تجنيد الشعب حول البرنامج ديالو، إذا عنده هو برنامج. كيفاش عناصر تدرب في الخارج ما عندها حتى وزن، ما عندها لا أجهزة بروباغندا لا والو، قادرة تجند لك ملايين من الشعب يخرجوا للشارع، وانت يا خاسر ملاير على هذه أجهزة البروباغندا من صحافة بودورو، من قنوات العار والاستحمار، القنوات الخارجة عن القانون، ما قدرتش تجند الشعب، ما تقدرش تخرج مظاهرة واحدة، مظاهرة واحدة تأيدك، تقدرش تخرج.
إذن هنا ثاني اعتراف بالفشل. إذن فشل الأجهزة الأمنية، فشل أجهزة البروباغندا، وفشل العصابة اللي ما عليها إلا أن تنسحب إذا حب، إذا كان عندها معنى الشرف، تعرف معنى الشرف وتعرف عنوان الشرف. هذه العصابة وعلى رأسها تبون عليهم غير الانسحاب. ولكن لما واحد يفقد الشرف تاعو، ما يعرفش معنى الشرف وما ترباش على الشرف، نقولها بكل وعي، قولها بكل وعي، اللي ما ترباش على الشرف ما يعرفش واشنو الشرف، يبقى قاعد ويقر ويعترف بفشله وبفشل المؤسسات اللي تخدم معاه وبفشل الازلام اللي دايرين بيه. فوالا، احسن لكم انكم ترحلوا لقاع. السلام عليكم.